المدن الذكية. خصائص المدن الذكية: الحركة الذكية، توفير البنية الممتازة لعمل وسائل النقل العام الذكي مثل روبوتات التوصيل، الحافلات ذاتية القيادة، مركبات الأجرة ذاتية القيادة، روبوتات المساعدة العامة، ممكن نقول الطيارات ذاتية الحركة، ممكن يكون عندنا متروز في نفس الوقت تلاقيها ذاتية الحركة وغيرها. إنه في بعض الأشياء، يعني لو تيجي تفكر، في بعض السيارات إذا أنت بتروح كل يوم الجامعة وفي ثلاثة زيك بيروح كل يوم الجامعة، لو جاك نوتيفيكيشن إنه فلان ترى كل يوم بيروح نفس وقتك ونفس طبعك، طب أسأله، ممكن أنت توفر ذاتك نوتيفيكيشن ذكي إنه ترى يا كلمه عشان تروحوا مع بعض، عشان توفروا يعني في الشوارع وتحافظوا على البيئة. فبرضه أحيانا البول رايدنج اللي هي يسموها برضه البول رايدنج برضه حاجة قوية. الاقتصاد الذكي: توفير بنية محفزة للاستثمار وإعادة التدوير، توفير أنظمة اتخاذ القرار، توفير البيانات بكل شفافية، بنية اقتصادية متكاملة. الخصوصية صعبة. الخصوصية أوكي، لا إذا جينا على الخصوصية يعني لما تيجي تقول لي أحب كده وأحب كده وأحب كده وأحب كده وأحب كده، أي خصوصية؟ تبغى تمشي زي ما يقولوا زيك زي الناس، إلا مالك شيء خاص فيك، خلاص ارجع للتلفون ده اللي هو الفليب اللي هو النوكيا ولا البترول زمان، وخلاص مالك ومال شيء خاص لك، خلاص كده خصوصيتك محافظ عليها، ولا تجلس تكتب لي في السوشيال ميديا عشان اعرف انت ايش نفسيتك اليوم، ولا تجي تكتب لي تتفرج لي في سناب شات او تيك توك عشان اعرف ايش مزاجك اليوم، ولا تتفرج لي موفيهات عشان اعرف ايش توجهك ولا ايش كتاباتك. فاذا كده نبعد، اللي ما يبغى الخصوصية بكل بساطة خايف على خصوصيته، ما في خصوصية وتقنية كده، هي تقال بالصورة دي. يعني لازم أسيب جزء من الخصوصية ده، ما أبغى التقنية، لازم أسيب لها جزء من الخصوصية. صح خصوصيتك يتم حمايتها، يتم المحافظة عليها، ولكن أنت يعني فكيت جزء منها. يعني اليوم لما نتفرج في سناب شات وانت حاطط صورك في سناب شات ولا حاطط خرجاتك خصوصية، ولكن انت تبغى الناس يعني تعرف انه انت صار لك حادث عشان يعني يدعوا لك ولا عشان يزوروك، فانت كده فكيت جزء من الخصوصية. اتكلم نعتقد عن خصائص المدن كلها: الحوكمة الذكية تكون عن طريق ايجاد حلول التحول الرقمي للحوكمة، يساهم في ذلك تسريع الخدمات المقدمة، المرونة والسهولة، رفع الجودة، الاستدامة، الاستفادة في التخطيط، رفع مستوى الشفافية. الحكومة ما شاء الله تبارك الله، يعني نحن عايشينها بكل بساطة، يعني مع أبشر، مع توكلنا، مع الحياة بلا ورق، لما نلاقي نفسنا بنروح كل قطاعات حكومية بنغلق إجراءاتنا الإلكترونية، وكل مالنا بنروح في كل مكان بنلاقي نفسنا إنه بنتعامل ما في ورق.